رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل، وكنا مواصلين في المكتبات وانواع المكتبات وطريقه القرايه وحب القرايه كمان. لكن ننتقل ثاني للجزيره مره ثانيه. سامح، الجزيره طبعا مليئه بالابداع. ابراهيم الكاشف محطه لا يمكن تعبر في حلقتنا دي تمر اطلاقا. ايوه، ابو الفن السوداني طبعا. ايوه، الجزيرة استفادت من حاجة يا أستاذ في الفن بالذات. 1898 الحملة الإنجليزية الثانية كيتشنر كان جمعه كمية من المهاجرين اليونان ومن مصر ومن تركيا ومن بلاد الشام، جابوا معهم آلات موسيقية حديثة دي ساعدت، جابوا معهم مدني، جزء منهم كبير جاب مدني. فدي الانطلاق كان من مدني للخرطوم للولايات الثانية. ابراهيم الكاشف ابو الفن السوداني انا بقول لانه دخل حاجات كثيرة في الفن السوداني، ما لحن ولا اداء، ادوات موسيقية، ايقاعات. فمدني جابت مبدعين وحتظل الابداع في مدني ما حينتهي. يعني ابراهيم الكاشف دي الجيل الرواد، الجزيرة جابت مصطفى سيد احمد وتسلفاب، محمد اللمين، الخالدي، عبد العزيز المبارك، ابو عرك البخيت، مرورا بيجيلنا صديق سرحان، صديق متولي، بعد ذاك بيجيلنا عصام، محمد نور، ابو بكر سيد احمد، والجيل بتاع الشباب بتاع التسعينات ده عمار السنوسي الجيل بتاع التسعينات جيل مميز جدا، لكن ما لقى حقه في الاعلام بالصوره المطلوبه صراحه. الظلم ظلم الحسن والحسين اللي هو جيل الناس، عمر جعفر محمد سند، منير حسن، عثمان علي عز العرب، وعز العرب، والمبدع محمد زمراوي هشام مرحوم. وفي فنانين كان في فتره من الفترات كانوا من المؤسسين لاتحاد الفنانين، لكن لظروف ما خلوا الغنى، يعني زي مبدع صديق شخصي بالنسبه لي عبد الوهاب فضل الله. فكان فنان في مدني، في عبد الوهاب ده كان زمن الناس محمد حمامه والفنانين ديل. فمدني الابداع حقه ما حيقف اطلاقا، لانه مدني اصلا بتخليك انك تبدع في القاعده بتاعت الابداع، انت عندك موهبه بتطلعها في مدني. بعدين في حاجه يا استاذ ابراهيم، يعني جمهور مدني، الكلام ده قلته انا، قالوا فنانين، جمهور مدني جمهور زواغ للفن. نادر خضر ربنا يرحمه قال يا اخي الفنان اللي بغني قدام جمهور مدني يقبله ده فنان. اكيد طبعا. وجمهور مدني لما نقول لك انت ما فنان معناه خلاص اشوف لك حاجه ثانيه. عشان كده كل الفنانين اللي بيطلعوا من مدني بيطلعوا فنانين فنانين. انت كل الناس اللي ذكرتهم ديل ما في زول ما بدا باغاني الكاشف، فهذه مدرسه. صح. المدرسة دي ما بتقيف على الفنان المؤدي بس، بل بتقيف على الجمهور نفسه المستمع. يعني زول يستمع للكاشف بعد داير حاجة أعلى. صح. أيوة. أمين عمر أمين، عصام محمد نور. صح. كويس. حتى ود حبوبة كان عندها فرقة بتاعت كورال موسيقي كوميديا. ايوه، لا الكورال الموسيقي براه، فرقه موسيقيه اسمها وتحبوب الموسيقيه، لكن ما استمرت. فكانت في محاولات زي دي. اتحاد الفنانين ظل يعني يطلع ويخرج فنانين كبار. صح. مدني زاخره جدا، مدني زاخره للفنانين. بعدين يا استاذ في حاجه، يعني هم فنانين ومبدعين ويش، لكن الواحد بيكون عايز يغني في مدني وقاعد في مدني، فما بيفكر يطلع. يعني بسيطين الجو العاصمة، في النهاية انت بتغني في مدني، لكن بتفرق لما تمشي العاصمة، تخش الإذاعة، تخش التلفزيون. فهم ما عارف دي غناعة ولا كسل، الانغلاق. أيوة، انهم قاعدين في مدني بس، يعني ما طلعوا. هي والله هي صعبة جدا. انا واحيانا دي تجربة عشتها، يعني انا من مدني مشيت الخرطوم، لكن كانت صعبة، صعبة جدا. هي نقلة وصعبة، انت ما بتقدر تفارق مدني. صح. تعيش على اجواء مدني، ما بتقدر تفارقها باخوي واخوك.
لكن طبعا بتصير على انك انت كمان لازم تدرس يعني، صح، ففتره الدراسه بتنسيك حبه حبه مدني. جميل. أيوة. حتى طيب. الضواحي بتاعت مدني يعني طلعت مبدعين مبدعين، طابط. ايوه طابط الحصحيص احمد الطيب و احمد الطيب يعني. أيوة. ما سمحت لي برضو الابداع الصوفي اللي في الجزيره كمان يعني اثره كبير شديد. نعم. المديح ابتداء من العراقيين. أيوة. في بحراز، في طيبة، حراز. أيوة. في مدني نفسها العراقيين، المكاشفية في المناقل، وإبداع صوفي، كمية من الأشعار اتقالت، كمية من المديح، كمية من المبدعين المداحين نفسهم اللي كانت أصواتهم جميلة. و حلقات الذكر المستمرة، حلقات الذكر المستمرة يعني. أيوة. في كل أنحاء الجزيرة كان في مبدعين يعني، القناون دي المكاشفية، العراقيين، ناس طابت، كلهم لهم التحية. هاي كمان دي كمان يعني دي تربية يعني تربية عظيمة يعني، الصوفية دي في كل غرية بتلقى إنه في يوم محدد للنوبة المناسبات. أيوة النوبة بالليل عندهم الخميس مثلا وعلى ضوء قمر بيعملوا حلقه. صحيح. حلقه ذكر. ومدني يا استاذ اسسها الشيخ مدني السني يعني. بالضبط. مدني قايم على صوفيه يعني. لحد الان قبه السني. أيوة. عندها مخصص لها قبه السني، وفي في الاغاني داخله يعني زي اغنيه قلت لي مدني الجميله فيها قبه السني وبيوتها كده. بمناسبه الاغاني دي ما تغني لنا حاجه ما شاء الله، حاجه من مدني، طالما انت قلت هم منغلغين على نفسهم ما بيحبوا يطلعوا كده نشوف فنانين مدني. الحمد لله. ايوه غني لنا كده حاجه من مدني. مدني يا اجمل خبر ده طبعا كاتبه الاستاذ الشاعر جمال عبد الرحيم، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. هو ماسك اتحاد الفنانين يعني. مش كنت تجيب معك الاورجن ولا العود؟ والله يا ريت المره الجايه ان شاء الله. طيب نسمع. فجمال عبد الرحيم ده عنده دور كبير جدا في الفن في مدني حاليا، لانه هو ماسك اتحاد الفنانين. هو زول شاعر عظيم، عنده كمية من القصائد، من ضمن قصائده أغنية عبرة غنتها فرقة دجالات، فعنده الأغنية بتاعت قلت لي مدينة الجميلة بتقول أسمع. انت من وين يا بني وناوي علي وين السفر؟ لا 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 لا. قلت لي مدني الجميلة مدني يا أجمل خبر. لا 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 لا. قلت لي مدني الجميلة مدني يا أجمل خبر. لا 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 لا. فيها قضيت الطفولة، فيها قضيت الطفولة، فيها شاب عمري وكبر. لا 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 لا. أذكر أيامنا الجميلة مجلس النيل في العصر. لا 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 لا. قبة السني وبيوتها عمر حلقات الذكر. لا 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 لا. قبة السني وبيوتها عمر حلقات الذكر. لا 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 لا. تلهم الكاشف يغني، تلهم الكاشف يغني، اكتب المساح شعر مدني يا أجمل خبر، مدني يا أجمل خبر. جميلة جميلة جميلة. دائما مدني جميلة وناس حلوين ومعروفين انهم هم زاد الناس بيتمتعوا بحب دائما باسمين وحب الحياة بتشوفوا عندهم يعني. دي ملاحظة يمكن لانه كمان جوهم حلو بيساعد. استاذ محمد ابو مازن، لو نحن جينا تكلمنا عن القراءه، احنا ما عايزين نتكلم كان مكتبه مكتبه، لكن القراءه عموما جيل جيلك وجيلي وجيل قدرنا يعني كلهم ناس كانت بتهتم بالقراءه وبتتابع الكثير من الصحف ومن المجلات اللي كانت بتصدر ايضا الكتب وتبادل الكتب واستعاره الكتب سواء كان من المكتبات او استعاره الكتب من الاخرين، ودي حاجات كانت جميله موجوده فيه. الان الجيل الحالي لا يهتم ابدا بالقراءه، بل بعض الكتب ممكن نلقاها كمان في النت بي دي اف، لكن ابدا ما عنده متعه زي ما انت بتشيل الكتاب وتعيش مع الكتاب وخيالك يسرح مع الكتاب. في فرق بين القراءه الالكترونيه والقراءه من الكتب.
أنا آسف بقيت ما بقدر أتم ثلاثة صفحات، أي حاجة أكتر مش ثلاثة صفحات، أي حاجة أكثر من 10 سطور يعني خلاص. وين إذا رسائل واتساب وقصدك لأنه بقراها يعني؟ من ولا بي دي إف؟ يعني لما أقراها من كمبيوتر أو أقراها من بي دي إف مهما كان جمالة يعني بتلقاني خلاص مليت منها. أنا كتاب مثلا زي قريت كتاب مثلا لمحمود محمد طه، أستاذ محمود محمد طه الله يرحمه، مسكت الكتاب الصباح زمان يعني جذبك ليه بالليل؟ لحد المسألة لا أكلتها لا شربتها. مسكت كتاب مدن الملح من الساعة 9 صباحا لحد ما الوطن غربت جرة واحدة ما كان في كهرباء. أيوة. ما قمت من محلي. الآن أنا ما بقدر يعني بعدين أستاذ أبو مازن الكتب فيها ريحة، ريحة الكتاب زي ما الورق. قال تفضل أخونا. أيوة. نايقة ريحة الكتاب، الحواشي اللي انت بتعملها نفسها بعدين تجي ترجع عليها تضرب الكتاب، الصفحات المقفلة تقطعها بالسكينة وتفتحها بصباعك. أيوة. وتتجرح كمان. أيوة. أيوة. مواصلة جميلة. الأفكار نفسها مجرد انك تخط الكتاب في الترابيزة. أبوي زمان كان يقلب الكتاب ويقول لك ماشي عدي يومين ثلاثة ويجي يبدأ من نفس الحتة وقف فيها. الوقف فيها يعني متع. تفسير ابن كثير، الكتب الدينية، فالآن بتحس بالضيق، الحياة إيقاع مسارع يعني ما زي زمان، حتى البرامج نفسها ما كانت زي يس يعني. الآن أنت عندك مشاوير، عندك شغل، عندك هنا أنت دار تقرأ حاجة زي التيكوي يعني. وبعدين دار لينك أنت ذاتك ما عايز موضوع طويل، حس الواتساب ممكن واحد يوصله موضوع طويل أنت ممكن ما تقرأ ولا عندك أخلاق له، لكن لدك لينك بس الزبدة حقت الكلام صحيح. ده كله أنت خلاص يعني لا يعني بيقى في صعوبة إنه. والمسألة طبعا نتائجها خطيرة جدا وخيمة حتى على الناس اللي قاعدين يقولوا الشباب الآن موجودين يعني. انت لما تقرا بتعيش مع القصه، بتعيش مع الخيال، بتعيش مع، لكن انت لما تيجي تمسكها في موبايل يعني ممكن انت تبدا في القصه تجيك مكالمه صح تقطع خلاص يعني. انت ما تتذكر انك انت كنت واقف وين اصلا. لكن مرات القصه تجبرك انك او الروايه تجبرك انك تغاصل حتى من الموبايل أو من الكمبيوتر يعني. الروايات يعني في روايات الآن أنت كل ما تقراها كل ما أنت اكتشفت فيها حاجات جديدة، كل ما قريتها كل ما اكتشفت فيها حاجات جديدة. بالضبط كده شايف، بالذات لناس المبدعين بتاعنا يعني. وبعدين مرات أنت تلقى طرفة في 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 واتساب أو في الفيسبوك أو بترجعك لكتاب زمان، ترجعك لحاجة أنت قريتها، تقوم تاني تمشي تقراها من جديد، تقراها تكتشف انه انت زمان مريت في الحاجه دي مرور عابر وتجد عيدة تاني من جديد. فالمساله عايزه صبر شويه، عايزه صبر وعايز الناس يدفعوا الشباب دي. بيأثر على الكتاب هسي الليل لما ما يجوا مثلا هناك من قراء للكتب والحاجات كلها بقت بي دي اف او يحبوا الناس المقاطع الصغيره اكيد مش احباط حيقلوا. ايوه الانتاج بيقل بالنسبه للكتاب صحيح. يعني انت الان لو مشيتي مثلا الان لما يكون في مثلا منتدى ثقافي او كذا في درمان مثلا، يدوب هي اكثر مدينه محافظه على الحاجات دي، تلقى الناس شويه نعم تلقى كلهم 20 30 نفر صحيح خلاص. فما ما يعني ما بتلقى ناس كتار زي زمان يعني. طيب الان في الخرطوم بقت في مكتبات كبيره جدا زي مكتبه فيصل مثلا زي في الرياض ولا حاجه، مكتبات كبيره جدا فيها كتب وفيها تبادل كتب، لكن لقينا الان هي فتحت مدرجات لحاجات ثانيه، ندوات، حاجات شعريه، بعض الناس اللي عندهم قراءه للجامعات بيجوا يدرسوا فيها، ملتقيات، هي لانه الواحد يعني مكتبه عامه هي. والله هل دي بتفيد في شنو اسي؟ شوفي انا الان بحيي في شخصيتين انا قاعد احييهم، اللي هو حابب احييهم يعني، اللي هو في زولة اسمها اسماء مالك. نعم. دائما بتكتب في الفيسبوك وعندها برنامج كان يعني في صفحتها بتشجع مزلة الكتابة بالذات القراءة للأطفال. يعني كان بدوك مثلا 300 كتاب بتاع أطفال مثلا لقرية مثلا أو لمدرسة. ال 300 ديل أنت بتدفع عليهم مبلغ رمزي هم بيوفروه لك. ايوه. بعد ذاك بعد ما تخلص ال 300 بيبقى خلاص ال 300 دي ملك لك، لكن بتقدر تبادلها ب 300 في من جهه ثانيه. نعم. من فانت بتلقى انك مرت عليك انت قريت 300 كتاب وجن ثاني من حته ثانيه جت 300 كتاب قريتها،
الأستاذة دي اسمها أسماء مالك ولسه قاعدة تبشر بي، وأنا اشتريت منها لقريتنا، اشتريت منها التحية لها والله يا اخي، مشروع في زولة تانية اسمها إيماد بدوي. أنا برضو من الناس المتابعين لها في الـ في الـ في الفيس، وعندها مجتهدة دائما في موضوع الكتب وقاعدة تمشي وعندها مكتبة وبتفرش برضو من حي مكتبة فيصل. أي قلت عليك قبل شوية، أنا كبير سألتك كيف تخدم في شنو، لأن خدماتها كثيرة وجليلة يعني، فبس إحنا من حيهم برضو وإن شاء الله نتمنى التوفيق طبعا. يعني ديل الناس الوحيدين اللي أنا شايفهم هم قاعدين مجتهدين في مجال الكتاب. نعم. والمكتبات أنا الفكرة زي انتهى أو بدت تلاشى كده، بدت الأشياء كلها تتجه نحو النت يعني أو نحو الكمبيوتر. وفعلا يعني إذا كان هسي ديل يعني القراية ذاتت الدراسة ذات أصبحت عبر النت. في حاجة يعني في كل الحاجات تحولت للنت، منصات المنصات أي مناقشات المنصات. برضو تحية لناس مفروش التقنيات الحديثة. أنا أقول لك يا أستاذ إبراهيم خربت حاجتين، يعني الإنتاج قل في الكتابة عموما وشرائط الكاسيت الأغاني. أنا ما ممكن أمشي شركة إنتاج فني وأعمل لي شريط كاسيت وأجي ألقاهم متوفر موجود في الإنترنت. لا لا إحنا ده يعني واقع لازم إحنا نواجهه يعني، وإحنا محاولين على الجيل الجاي كويس إنه كيف يقرأ وكيف نمهد له الطريق عشان يقرأ بالمحتويات اللي عنده كويس. نحن وخلاص نحن تعودنا يا وقفنا يعني ما في طريقة لنا يعني يا نتعود يعني زي ما في الطيب صالح كمان في بركة ساكن مبدع برضو كويس يعني قاعدين ننتج يعني في كل مرة قاعد يطلع لنا كاتب يعني كاتب بصورة كويس حمور في كمية من الكتاب في الجيل الجديد يعني البعد البعد الطيب صالح وعلي المك بعدهم ايوه وعلي المك. اذا نحن محتاجين حسي لاهميه الوعي بالقراءه والرجوع للقراءه. واحده من الاسئله اللي ممكن تراودنا دائما كيف نرجع الناس لانها تقرا ثاني من اول المستقبل احنا ندعم 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 المبادرات ندعم المبادرات يعني زي مبادره مثلا استاذه اسماء مالك دي ندعمها. طيب. يعني هي بتوفر الكتب وبتديك ليها بعد ذاك بتساعدك في انك انت بعد ما تخلصوا الاولاد دي يقروا الكتب بتاعتهم دي تخلصك في انك تغيرها. وبرضه مبادره الاستاذه ايماد برضه ان شاء الله يعني برضه نقدم لها مساعده في انها تمشي في المشروع بتاع القرايه ده. يعني التفكير بيبقى نحو تطبيقات تاسس لمكتبه الكترونيه كويس يدخلوا عليها القراء و يقروا يعني بعد الورق ده ذاته بقى يعني صحيح. ايوه لو لاحظنا كثير من الصحف حس قلصت برضو عدد اوراق زمان الصحيفه 32 صفحه بتذكر يعني حتى في المملكه هنا يعني تقلصت الان ل 18 و17 صفحه دلاله على نسخه الكترونيه يعني ايوه نعم بقت كلها نسخ الكترونيه بقت نسخ الكترونيه او قال لك التلوث البيئي صحيح نعم نشوف ذو الفقار ولا نسمع اغنيه ذو الفقار ممكن يدينا قصيدة ممكن نسمع حاجة ممكن يدينا قصيدة ممكن يدينا دوبيت ممكن يدينا نثر أديكم نثر دوبلينا ونطلع نسمع برضو حاجة أديكم نثر ولا جدا. طيب هذا مشروع لرواية إن شاء الله ربنا يكللها بالنجاح اسمها زاوية الرؤية الصدقية. أنا بقرأ لكم نص منها. كنت قريبا غير غريب بعيدا بما يكفي للجهل ببواطن الحال فقد أطلت النظر من زاوية الرؤية الصدغية. مكثت غير مسافر في المحطات السكون أرغب الغادين أنفث دخان سجائري يقحمني في دائرة البقع العمياء فتضيق ساحة الرؤية تأخذ بعض التفاصيل شكل الزيت في الماء وأخرى تضيق وثالثة تغافل قدر ما تبقى من تركيز الشبكية انتباهي. تداخلت الأشياء وأبى البصر إلا غموضا. كنت مجهولا هناك لم يرهقني أحدهم برتابة الأسئلة وثقل الحديث أو ربما لأنني كنت متسمرا قبالة بعد واحد أصما إلا من فوضى الدواخل ونداءات الجذور. تتداول الأيام دون أدنى تغيير في نظامها التكويني. صوت الصافرات ضجيج المسبحين بالرزاق دائرة أيام يفتحها استقبال ويغلقها وداع. لست أدري
كم مضى من عمر الزمان فقد كانت ساعتي مضبوطة على توقيت في غياهب الوعد. لم أكن أدري أن بعض الأحلام ليس إلا ترجمة لأمنيات الذات وتوغي الروح في زمن الهزائم. أظنني وبعض الظن اعتقاد نسميه ظنا لنحسن عزاء الروح. أظنني تركت الوطن ورائي حتى لا تقع عيني على ما يغيد خطواتي ويضعف عزيمتي، فنفدت بالفكرة من دائرة المفاضلات. لم أكن أعلم المخبوء في رحم الغيب، ولكنني كنت على يقين بما يعتلج في الدواخل. مضت الأيام دون الإمساك بخيط الحقيقة، أو أنه التعامي عن رؤية الحقيقة والتشاغل بديمومة البحث برغم صيرورة واقع محتوم ومختوم. ولكل رحلة محطة أخيرة، غد نبلغها وغد لا، ليس هذا ما يهم. فنحن قدريون بالفطرة، جريئون وصادقون ومنصفون، ولا نعتب على البحر لأننا اخترنا السباحة عكس الموج. يا سلام. جميل 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 والله، كتر خيرك كثير جدا جدا. ان شاء الله عليكم. الله يحفظك. مميز. طيب اوكي، ما في مشكله، نطلع نسمع اغنيه، نشوف الكنترول ما حضر لنا شنو، نرجع نتواصل معكم ثاني. خليكم معنا.
التحايل الفنان الجميل لابن مدني محمد الأمين. وهنا غربتنا ما خلتنا فعلا الغربة يعني بجد الشوق للأهل وحب الناس وحب السودان عميق ويظل في العمق يعني. والغنية أدتنا مشاعر بجد جميلة وحلوة وإن كان حنينة يعني لكن قربنا نبكي يعني. ضيوفنا الكرام هم من منطقة مدني أكيد، وكانت إهداء من الكنترول اليوم جميل، شاكرين للكنترول. مباشرة نتجه للأستاذ أبو ماسي محمد يوسف أبو مازن. أبو مازن وجيت تكلمنا عن الأدب السعودي عموما. كثير من المكتبات الآن بتحظى بعدد كبير جدا من الكتب القيمة والكتاب الجد رافدين الساحة الثقافية في السعودية بجميل الكتب يعني، كتب بجد يعني مقراها مدهشة يعني مدهشة. كثير من دار المطابع بترسل لنا الكتب بعضها يعني كعينات يعني، فبنطلع عليها. أنا صراحة يعني مندهشة جدا للأدب السعودي الراقي. طبعا تحية لكل الناس في السعودية، الأدباء الروائيين، الجمعيات الأدبية اللي قاعدة تتم في السعودية اللي هي أدبي جيزان، أدبي جدة، أدبي الرياض، كانت السودانيين كانوا حضور فيها يعني، كان في وقت سابق كانوا فيها. المكتبة السعودية مكتبة غنية جدا، ابتداء من دكتور عبد الرحمن، الدكتور القصيبي، خوجة، خوجة محمد صادق دياب، هشام ناصر، عبد الرحمن منيف. في ناس عندهم حاجات بسيطة لكن عبارة عن كتب يعني. مثلا لو تجينا تكلمنا عن الهليل اللي هو صاحب الكاريكاتير في جريدة الرياض، هذا الشخص مبدع بيديك كاريكاتير عبارة عن نص روائي كامل، قصة كاملة بيديك بس مختصر بس هو مختصر لكن عبارة عن قصة كاملة. فأنا يعني الحمد لله قريت كثير من حاجاتهم يعني، عبد الرحمن القصيبي، الدكتور غازي القصيبي عنده تقريبا كتاب عن شقة المهندسين أو حاجة زي كده. نعم. عندهم روائيات سعوديات، كتابات جدا، ولو إنهم كانوا دائما قاعدين يميلوا للجانب الرومانسي في الكتابات. نعم. لكن يعني في مثلا محمد صادق دياب، في عبد خال اللي هو كاتب في يعني عنده مساهمات. أستاذ أبو مازن، حتى الأعمدة في الصحف السعودية الآن، الأعمدة في الصحف السعودية الأحمدي الأعمدة ذات قيمة جدا وبتديك محتوى ويومي، إحنا بنتابعهم في كثير من الصحف يعني. الجرائد نفسها كانت فيها يعني، مثلا جريدة الرياض كان فيها الملحق الثقافي. نعم. كان عبارة عن كتاب، مجلة كتاب يعني. نعم. 32 صفحة ثقافية موجودة. عدد الثلاثة كان أعتقد جريدة الشرق الأوسط. نعم. برضو كان فيها دسمة، كان فيها جانب ثقافي كبير قاعدين يقدموه. عكاظ زي ما تفضلتي، الجانب الجمالي ذاته في الصحف السعودية بجد مبهر. الحمد لله ربنا حباهم بأنه يعني موجودة المطابع، موجودة الناس، الألوان، النضاء. أيوة. فكانت كتب جميلة يعني، عندهم كتب، عندهم أعمدة ثقافية موجودة، وبحييهم إن شاء الله ربنا يديم عليهم نعمة الأمن والسلام. نعم. ويحفظهم ويحفظ بلدهم إن شاء الله. أمين. إن شاء الله يا رب. السوشيال ميديا يعني الليلة أصبح كله صغير وكبير شايل جهاز. السوشيال ميديا وثرة في الإبداع عموما. السوشيال ميديا أستاذ إبراهيم هي بقت بوابة رئيسية حسي لإخراج المبدعين يعني. أهم من الغنوات، أهم من الإذاعة حاليا، تبليك حاليا، وبعدين متاحة لأي شخص. الفنانين اللي تقدموا في الفترة الأخيرة دي هم اللي بينتجوا وبيعملوا صفحات وبينشروا أعمالهم. ففي فنانين كثيرين بعد ما حبطوا كده يعني. أديك مثال، ابن مدني الأستاذ الجميل جدا بلال موسى. يعني بلال موسى ده بيغني من 200 من السبعينات ثمانينات، الغربة بس أثرت فيه بلال. أيوة. هبط مستواهم. ففي أغنية واحدة كده طلعها في السوشيال ميديا وانتشرت،
رجعت بالموسى ثاني الواجهه بتاعت العرس حقت الزواج. الاغنيه بتاعت اربع سنين. لا اربع سنين ولا انت عنده ثلاث سنين؟ لا دي الكلين جنبي اربع سنين دي اول اغنيه بعدين حقت الزواج دي تريدك جوا كله ثلاث سنه هي لا عرس بس هي دي طلعت توبه توبه لرحمه غرام الخطوبه دي جات بعد شديد منتظرك انا هاي مشيت لناس مشيت لناس وخلتني وما فكرت فيا انا اسال ربنا يهنيك وما تنسى الضحية انا ثلاث سنة ايوم ورا يوم بصبر شديد منتظرك انا رهيب يا ابراهيم دي كلها طلعها بعد اغنية اربع سنين بالمناسبة نفذ السودان كله اي شخص كان بيسمعها هو الوحيد اللي استفيدته وتبتتو لا وتبتتو برضو جات مع البنات البنات كمان رددوا أكثر أيوة. في البنات لهم الفضل والنساء في نشر الأغنية أيوة. السودانية والحفاظ عليها تبتتو وتاني بعد جات صحوة ضميرك صحوة ضميرك جات لي بعد ما قلبي وحنانك اديت صحوة ضميرك جات صحوة ضميرك جات لي بعد ما قلبي وحنانك اديت وغيرك بعده نطراني وبعدها جات كمية من الأغاني بالموسى ده بيجوا في الطبكي لا حتى بيجوا يجيبوه في الحلقات في بيعملوا مع برامج في الاعياد وكده يعني بعد ما قرب يهبط يعني يهبط يعني لا ما شاء الله فهو اجتهد صراحه وانتج والانتاج بقى يا استاذ عايز تدفع تمشي للشعر تديه قروش تشيل منه الاغنيه ملحن فنانين مدني للاسف حاليا الشعراء والله الموجودين في مدني بدوا الفنانين اللي برا مدني حسي في كميه من الاغاني الحسي موجوده متداوله في الفنانين الموجودين في الخرطوم فكاتبينها شعراء وشباب وملحنين من مدني فهم زي حبوا مدني ما عارف وما داير يطلعوا زي في كسل انا ما عارف لكن طبعا السوشيال ميديا عندها دور انه مدني جميله ما بتقدر تفوت عندها دور رهيب السوشيال ميديا عندها دور رهيب داير اقول لك انه الفنون دي ما عندها حدود معينه يعني ما عندها وطن اي ما عندها وطن يعني انا وصق للموهبه نفسها لازم يتم في حته ثانيه صقل موهبتك يعني انت الان انت قمت مشيت من مدني مشيت الدراسه في الخرطوم عشان مشيت المعهد ودرست بتدعم كثير فعلا ولقيت ناس ثانيين ومخرجين ولقيت ناس ممثلين زيك فاخذت منهم وطورت تجربتك اللي هي وصلت بيك لحد الان ثقافات مختلفه اكيد دي كلها بيصب في مخزونك الثقافي بشكل كبير جدا وزي ما قلت لك يعني ما عنده حدود كده يعني تنفتح على كل الجهات جميل نشوف طبعا يا ابراهيم انت طبعا عشت في الجزيره وسهوله البطانه دي انت عندك قفشات اكيد من هناك حاجات حتقولها متذكره في المنطقه دي لكن نشوف ضيفنا ذو الفقار عنده قفشات نصر بطانة ناس بسيطين جدا بفترتهم زي ما قال سامح وقال ذو الفقار ناس بسيطين جدا ممكن تطلع منهم النكتة والقفشة من غير ما تدري يعني أو غير متوقعة تحكي لنا جزء ذو الفقار وانت حنديك فرصة تتذكر يعني عندك حاجات كثيرة أكيد حتقول كويس الليلة الليلة فرصة يعني رحمتك شوية شكرا يا شوف ذو الفقار يحكي لنا عن نصر بطانة أنا ممكن أقول مزحة في شكل رباعية جدا حلو أيوة نحن عندنا جد اللينا حمد الدرباب شاعر مغمور ومعظم أشعاره ضاعت يعني نسأل ربنا يتقبله يرحمه فيقال إنه خلاص هو بعد ما شاب وكبر جاي من البطانة ودخل رفاع وقريب من مدرسة رفاع الثانوية بنات ورفاع مشهود لها فشاف البنات جن مرقات من المدرسة وهو بعد كبره ذاك لكن حركن فيه الشجون وحركن مشاعره القديمة هذيك وكده فعيلين قال بعد ما الشيب ربد راسي والشواربي ربدتن أبا يتخلى نوناي وتدي اللي عددتن السادة اللي راعي لسرحا عقلتن وبقت في الوريد شربت حكيم حسرتن فهدول الشعراء يعني كان بيعبر الواحد عن لحظته بيعبر عن المناسبة بدوبي عديل يعني نعم كما يقال وإن لم أخن ذاكرتي ما بقول إن لم تخني الذاكرة لأنه في الغالب نحن قاعدين نخن ذاكرنا في آخر مربوع معليش عشان ما أكتر عليكم للصادق ود الحلال في جناس وتداخل وجمال وإشارات ودلالات عميقة جدا
بيقول لها خدو خايل غير خلخال خديدك خافي خفقان قلبي خايف من خلاف مو خافي وحاتما خب الخدر المخبة وخافي داخل مخي خردل غير خلافك ما في خردل غير خلافك يا أخي دي شربك صعب ما في تماما ما نعم جميل جميل. إحنا تقريبا ما باقي لنا كثير في الحلقة، لو عندكم كل واحد كلمة أخيرة ممكن يقولها يعني بعد دقيقة كده. أنا قصتي ما دارينا أي صحيح نسيناك. لا لا خلاص نسيناك. ما شو غني اسمها ما نسيناك ما نسيناك مش كده؟ جابري جابري. طب غنية غنية. جابري صعب مش كده؟ طب ذكر لنا الطرفة خاشي في الدقائق. الطرفة في البطالة. طيب. في البطالة طبعا جاء واحد محافظ محافظة البطانة في العهد البايد ذاك. أيوة. جابوا ليهم واحد كده من ناس المحلية وقال له تستضيف المحافظ في محلية أم الغورة. 40 أي مشوا لزول بدوبي زول بنم الشعر. نعم. قالوا له دو خروفين وجدعوا له للمرأة ودو 35,000 قال له تعمل لنا بيتين ثلاثة للشعر في المحافظ ده يعني تطبيل كده. مسك ال 35 خطاون والخروفين والتوب حق المرأة بعدين هو ما بحب الناي لك لأنه جاء وقال له طبعا كلام بطانة كده على كلام كيزان قال لي إن شاء الله بإذن الله بإنك عمل لنا بيتين ثلاثة للشعر فوق المحافظ اللي جاينا ذي جديد دي الناس المحلية بيختاروا له الناس كده فصاحبنا ده جاء لقى الصيوان ده قاج صعبة خلاص حداد مداد ومحمد بخيت شغال كل شيء لله أي شيء لله والناس دي بالعمم فوق شغالين واللغاع ده ماشي فوق سريع هاي قدموا الراجل جاو اللي ادوه 35,000 ذاك وادوه خروفين قال له يلا قدموا فوق في المسرح فوق فشاف المحافظ عنده دقينة كذا دقينة خبيسة كذا قال لي البطانة مقشن عراد البطانة مقشن عراد حضروك ناسب علي وحسان ما كان الدوك لي كوزا عيولهم كان كيف مسكوا منه الماي الصيوان القاجي واللي قاعد فوق ده كله ما في اي زول الا بتاع الساون شغال يطب فيه يلملم في السلوك العالم ما في في لحظه في بيت شعر في بيت شعر فرتق لهم فرتق الحبل كلها جميله والله بعدك ساقو ساقو طبعا اكيد حيمشين يعني ساقو البيت جميل حيعشوه كل حاجه امور راح تكون ظابطه احنا حلقتنا انتهت المفروض ان تكون كلمتين لكن خلاص اظن الزمن انتهى قلت الجميل جدا بخصوص المكتبات والابداع وسهوله البطانه في السودان وهتكلم مع المملكه العربيه السعوديه كمان خلاص حلقتنا شكرا لكم كثير جدا والله احنا سعيدين بوجودكم معنا في الاستوديو الليله استفدنا من معلوماتكم الثره كالعاده انا عندي نص دقيقه بس لو سمحت سامح جدا لديك طيب. انا بحيي كل فنانين مدني في فن البعض تربطهم علاقات شخصيه واصحاب بالنسبه لي انا بخص بتحيه الاستاذ الكبير احمد الزمراوي والاستاذ محمد سند والاستاذ منير حسن والاستاذ عمر جعفر واللهم يا أخي كل سنة طيبين ربنا يديكم الصحة والعافية ونحن كمان بنحيي كل مبدعين مدني ونحييكم أنتم كمان ونحيي جمهورنا الحضر معانا السهرة وموعودين بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة من سهرانين وشكرا لك يا ناهد شكرا لك إبراهيم وشكرا محمد يوسف شكرا أبو مازن وشكرا زلف وقار وشكرا لكم كمان يا سامح أعزائي المشاهدين دي كانت سهرتنا لكم لهذا اليوم من المملكة العربية السعودية في التصوير ناصر
وفي البث أحمد الرئيس، والصوت محمد حسبه، في المونتاج سعدابي، والتنسيق للضيوف أستاذ تيجاني محمود، عصام في الجرافيك، والأساتذة المخرجين لهذه الحلقة تحيانا دوما لهم أحمد نجمة وهشام يوسف. الإشراف العام سعودية 24، تقبلوا دوما تحيات كوميك وناهد، وكان حيين بكرة إن شاء الله بنتلاقى على السودان 24 الآن إن شاء الله في رعاية الله. طريق يا حبيبي يلقاك في طريق.